فجأة يا كات ناير، لقد كاد أن يمسك بمانون. ليدي باغ وكات ناير، لا أستطيع أن أصدق ذلك. قل بعض الكلمات عن بطولتك. ليس لدينا وقت، نحن يجب أن نركض. حسنا، ماذا يمكنني أن أقول؟ لا يمكن للجميع التعامل مع هذا العمل الجاد. حقا أيها القط، مجرد صورة من فضلك. أوه لا مشكلة. تشيز يا رجل، تعال هنا. هاي مهلا، ماذا عن الصورة؟ سأتأخر مرة أخرى. بلاغ، أين هاتفي؟ في مكاني المعتاد. صحيح، شكراً. ماذا؟ هل هذا؟ يا إلهي، أوه ما هذا؟ بعض الجبن. جبنتي. بلاغ، لم يكن أنا. بلاغ. حسناً، ماذا تريد؟ أنت حذاؤك لديه نفس الرائحة، وأنت لن تلاحظ حتى. أحتاج إلى تخزينه. أوه أنا لم أسمعك، يجب أن أستحم. أوه بالله عليك، إنها رائحة لذيذة. أين جهاز التحكم عن بعد؟ أوه هذا الواحد سيفي بالغرض. هذا أفضل بكثير. أوه فشار؟ طبعا. عظيم يا رجل، أنا متعب جدا، لا أستطيع حتى تغيير الملابس. طابت ليلتك يا بلاغ. ليلة سعيدة. أوه الأنوار يا بلاغ، أنا أنام. هذا دورك. هذا ليس عدلا. أنا أنام. شعري باريس في خطر. ماذا؟ حقا؟ بالله عليك أسرع، لا أستطيع الذهاب هكذا. التسوقة تقاتل وحدها. أين هو كات ناير؟ أوه لا، أدريان، أسرع يا أدريان. ماذا؟ بلاغ مخالب. شكرا أيها القط. أيها القط، ماذا حدث؟ لا تنظري إلي. حقا؟ أوه يا رجل، اعتقدت أن شعرك كان طبيعيا. لقد ذهبت إلى السرير وشعري رطب. هذا كل شيء، يجب أن أذهب. ليدي باغ، ماذا تقولي؟ إذا أعطاك شخص ما شعر أشقر، ستكوني جميلة جدا بشعر أشقر. ماذا؟ مستحيل، أكره الأشقر. حقا؟ هذا عظيم. أخبرني أنت. حسناً سأرحل. انتظري انتظري، لا تتحركي، سأعود على الفور. لا تذهبي. القططية.